كل الاحوال تعالوا بقى ندخل في سلسله الاخبار اللي احنا مجهزينها لحضراتكم. امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل اللاعب عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاوله اللي طبعا كان منورنا في حلقه امبارح الصبح، وده بعد تتويجه بذهبيه بطوله افريقيا لتنس الطاوله للرجال اللي اقيمت في نيجيريا الشهر اللي فات. عمر عصر بيستعد خلال الفتره اللي جايه لاولمبياد باريس 2024، وبالمناسبه كمان قرر الدكتور اشرف صبحي بان يكون اللاعب عمر عصر سفيرا للمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. طبعا ده تكريما ليه على كل اللي قدمه من مستويات مميزه ونتائج مميزه، سواء على مستوى مشاركته مع المنتخب الوطني او في مشواره الاحترافي في تنس الطاوله في المانيا. الحقيقه نموذج مشرف لشاب مصري مكافح وناجح ومجتهد ومحترم وبني ادم جميل جدا، ويعني حقيقي امبارح استمتعنا جدا بوجوده معانا واستمتعنا بعفويته في الكلام. شخص طيب ربنا يكرمه ان شاء الله بالمزيد والمزيد من النجاحات. عمر من الشخصيات فعلا الجميله زي ما انت قلت امبارح واحنا بنستيقظ. على فكره كانت امبارح انا بالنسبه لي اول مره اشوف عمر على الحقيقه، يعني طبعا اسمه كبير جدا ومعروف لدى الكثيرين، بس كنت اول مره التقي بيه يعني على المستوى الشخصي، وشخص فعلا زي ما كريم قال يعني ايجابي قوي. عارف الشخصيات الايجابيه اللي هي بتبقى بتدل برده في الاول وفي الاخر على النجاح، لان الشخص اللي هو دايما عنده بوزيتيف انرجي بوزيتيف ثينكينج ده بيبقى شخص باصص للحياه بشكل حلو، فبيبقى شخص ناجح في الاول وفي الاخر. ده غير طبعا ان هو لسه عنده 30 سنه وقدامه سنوات كتيره لسه يقدر يحقق فيها حاجات كتيره. هو كان اتكلم معانا في اولمبياد ان شاء الله باريس 2022 ان هو بيطمح ان هو يحقق برده بطوله لمصر وتكون ان شاء الله كمان ميداليه ذهبيه، دي او دي طموحه يعني. فان شاء الله خير لكل ابطالنا، من دلوقتي بيبدا التجهيز ليهم، فنتمنى 2024 يكون في عدد غير مسبوق من الميداليات لمصر باذن الله.